في يومنا وليلتنا، وعندما نسمع كلاما يذكر فيه فضل الله تعالى على أحبابه كالبيتين اللذين أنشدا وهما للإمام أحمد الرفاعي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا به، عندما وقف أمام الشباك الأعطر وفي قلبه وروحه من الشوق ما فيه، وألقى السلام على سيد الأنام قائلا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فسمع الرد: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ولدي. قال له: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا جد، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ولدي. فأخذ ذوق سماع الرد بكليات الإمام الرفاعي رضي الله عنه ونفعنا به، فنطق لا بناطق الإحساس الظاهر الذي يبرد ويفنى بعد قليل، لكنه نطق بناطق تهيج المشاعر، تهيج الذوق الذي تنتجه البصائر، فأنشد وهو غائب الحس يقول: في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي. وهذه نوبة الأشباح أي الأجسام قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي، فإذا باليد الطاهرة تخرج أمام الناس وأعينهم ومرآهم، ويقبلها الإمام الرفاعي أمام الناس. المستمع محمد سعيد من دمشق بعث برسالة يقول فيها: قرأت مرة أن أحمد الرفاعي عندما حج إلى البيت الحرام وذهب لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أنشد بيتين من الشعر يمدح فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من ضمنها: فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. يقول الراوي: فإذا بيد الرسول الكريم تمتد من القبر ليقبلها الشيخ أحمد. ومع عدم قناعتي بهذه الحكاية الخرافية، إلا أنني آمل أن توضحوا ذلك للناس الذين تشبعوا بها إلى حد القناعة، جزاكم الله خيرا. هذه الحكاية باطلة، هذه الحكاية باطلة وخرافة لا أصل لها ولا أساس لها، ولم يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده بعد الموت لأحد من الناس ولا كلم أحد من الناس عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء في الحديث: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله روحي حتى أرد عليه السلام. فليس فيها أنه يسمع الرد، وإنما الرسول يرد على من سلم عليه إما مشافهة وإما بواسطة الملائكة كما في الحديث الآخر: إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام. هو صلى الله عليه وسلم حين يرد السلام ليس معناه أنه يسمعه المسلم، بل يرد السلام إما مطلقا وإما بواسطة الملائكة الذين يبلغونه السلام عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. في النص الآخر: فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. أما أنه مد يده لأحد من الناس فهذا شيء لا أصل له، بل هو باطل. نعم، جزاكم الله خير.